انهياب التحرير وجرائم الميليشيا وفساد السلطة الشرعية، ثلاثية تفتك بمحافظة إب، وضع صحي وإغاثي سيء، ونازحون من سيون، وتلاعب بحصة المحافظة. فإلى متى ستستمر انتهاكات الميليشيا؟ وما هو مصير معركة التحرير خلال 4 سنوات؟ أهلا بكم. في تقرير لميليشيا الحوثي عن محافظة إب، فإن الجرائم الجنائية بلغت نحو 2785 جريمة خلال 2018. طبعا هذا الرقم الكبير للجريمة لم ترد فيه جرائم الميليشيا. هذه الجرائم ربما تضعنا في صورة ما يحدث في محافظة إب المنسية والمغيبة عن كل شيء. إب مدينة مغيبة عن الإغاثة والمعونات كونها تقع في مصيدة النهب الحوثي، وإب حصتها مغيبة من الغاز والرواتب، ونسأل بذلك شرعيتنا وقيادة المحافظة. وأبناء إب يموتون من البرد في مخيمات النزوح، ولا توجد لدى السلطة المحلية قاعدة بيانات عن النازحين، ولا تمتلك الرؤية في الحصول على التمويل وتنفيذ عمليات المسح والتواصل مع الدولة لحل مشاكلهم. وفوق ذلك يبرز سؤال كبير عن حقيقة الأموال المخصصة للمحافظة وأين تذهب؟ في محافظة إب تتحدث ميليشيات الحوثي عن اختتام فعالياتها، ويتحدث الناس عن انفلونزا الخنازير وغيرها من الأوبئة التي تفتك بالسكان في ظل انهيار المنظومة الصحية بالمحافظة. لكن هذا ليس وحده سبب معاناة هذه المحافظة، فعزوف سلطتها الشرعية عن القيام بواجبها بل والتلاعب بمخصصاتها أمر يكرس أوجاع المحافظة ويزيد من غيابها. إب المنقسمة على أشد الجبهات أذن والموزعة بين جرائم الميليشيا وتجني سلطاتها الشرعية لا تزال تحصد المرتبة الأعلى في انتهاكات حقوق الإنسان وهدر حياة الناس وممتلكاتهم. تفيد إحصائيات بأن أكبر نسبة للجريمة تشهدها محافظة إب نتيجة انفلات السلاح وغياب الدولة بعد أن أوفرت ميليشيات الحوثي مناخا للعنف، فيما بات النافذون من قيادات الميليشيا ومن الموالين لها يسعون بقوة السلاح لمصادرة ممتلكات التجار وأراضي وممتلكات الدولة. ميليشيات الحوثي أيضا بحسب ناشطين من أبناء المحافظة تقوم باحتجاز الإغاثة والأدوية وحرمان المستحقين، حيث عمدت مؤخرا لاحتجاز شاحنات أدوية تابعة لمنظمة الهجرة الدولية منذ بداية الشهر الجاري. وكما يبدو فأن هذا ليس وحده البلاء الذي أصاب إب، إذ حمل ناشطون العتب الكبير على السلطة المحلية للغياب التام الذي يلف دورها، معبرين عن استيائهم الكبير من إخفاق قيادة المحافظة في معركة تحريرها وخذلان المقاومة الشعبية، وانتهاء بالتقصير في إغاثة وإيواء نازحيها رغم المبالغ الكبيرة التي خصصت والتي تسلم لقيادة المحافظة لكنها تذهب دون فائدة تذكر. اتهامات للسلطة المحلية بالإهمال والتلاعب بمخصصات المحافظة من الأموال، حيث تفيد وثيقة حصل عليها برنامج المساء اليمني استلام محور إب من طرف البنك المركزي قرابة 1 مليار ريال خلال 7 أشهر فقط، وتحديدا بين شهري إبريل ونوفمبر من العام الماضي. جل هذا المبلغ والمقدر ب 630 مليون ريال سحب باسم مدير عام مكتب التربية، ولكن المفارقة أن التربويين ما فتأوا يطالبون برواتبهم، فيما ذهب إلى مدير عام مكتب المحافظة مبلغ وقدره 320 مليون ريال، وبقية المبلغ توزع بين قائد الشرطة العسكرية ومدير أمن المحافظة. وفيما تركت الطفلة النازحة سلمى الحكمي تموت إثر موجة برد دون أن تحظى بغطاء، يظل السؤال عالقا في أذهان أبناء المحافظة عن مصير الأموال الطائلة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا حمود هزاع وهو صحفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حمود. مساء النور والعافية. أهلا بك. تحية لك وللأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك أستاذ حمود. وبداية من ملف الوضع الإنساني والإغاثي في إب، كيف تصف ذلك في ظل موجة نزوح من المحافظة مؤخرا؟ الملف الإغاثي والإنساني بمحافظة إب يحمل وجهين. الإغاثي في محافظة إب داخل المحافظة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وهذا الجانب تسرق منظمات تسرق ميليشيا الحوثي
المواد الإغاثية والمساعدات، وتوزعها أحيانا توزيع بناء على الولاء، وتحرم كل من لا يدينون أو من لا يكنون بولاء مطلق لها. وهذا معروف في مناطق كافة، ليس في محافظة إب ولكن في معظم المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي، وإن كان في محافظة إب بصورة كبيرة بسبب سلمية المجتمع وبساطته. نعم، إذن أما في محافظة مأرب والمناطق المحررة كذلك هناك جانب إغاثي ضعيف، لم نرى حصة محافظة إب، لم نسمع عن عمل مؤسسي تقوم به السلطة أو الحكومة خاصة لنازحين محافظة إب. هناك حالة من التسيب، حالة من الإهمال، هناك عمل إغاثي خجول وطفيف تقوم به بعض الائتلافات، لكن إجمالا الملف الإغاثي في مناطق الشرعية ضعيف ومشتت نعم، لماذا برأيك؟ لماذا يعني ونادر نعم تغيب كذلك. المحافظة عن الملف الإغاثي، لا تكاد تذكر ولا توجد حصتها يعني كما تتابعون؟ أنا أحمل بالدرجة الأولى الجهات المختصة في شؤون النازحين في الحكومة الشرعية، نعم وهي اللجنة العليا للإغاثة ووحدة مخيمات النزوح، وكذلك ثم يأتي بعد ذلك السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ محافظة إب، ولا نعفي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة عن تجاه من هذا الإهمال والتقصير والتلاعب. ما الذي يمكن أن يقدمه محافظة تعد ما يعني ما زالت مسيطرة كليا على من قبل الميليشيا؟ لا نقول بأنه يصعب أن يقدم محافظ المحافظة شيء لأبناء محافظة إب الواقعين تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الهمجية الإرهابية، لكن بوسع الأخ محافظ محافظة إب أن يفعل الكثير، أن يرفع صوته، أن يقول هذه محافظة فيها قرابة 4 مليون نسمة، يجب أن يكون الدعم لها مضاعف، يجب أن يكون الاهتمام بها كبير. أبناء محافظة إب يقاتلون في مختلف الجبهات، محافظة تصدر قوائم الشهداء والجرحى في الدفاع عن الجمهورية، تعطي عطاء من لا حدود له ولا تحصل على شيء، هذا يطرق تضاعف ميزانيتها التشغيلية عن باقي المحافظات لظروفها لكثافتها العددية، يستطيع فعل الكثير. للأسف حتى من القرارات العبثية محافظة إب لم تحصل على شيء. ما معنا للمحافظ يمكن وكيل واحد أو لا يوجد وكيل من معين من قبل الشرعية ليساعد الأخ المحافظ. إذا اسمح لنا أستاذ حمود أن ينضم معنا عبر الهاتف العميد فيصل الشعوري، قائد لواء الحسم وقائد مقاومة الشعاور سابقا، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. يا مساء النور. أهلا بك سيادة العميد. وقرابة 4 سنوات ومحافظة إب تنتظر التحرير، برأيك لما تأخر حتى هذا الوقت؟ والله مسألة التحرير هذه مسألة تؤرق كل أبناء محافظة إب في ريفها والحضر، ونحن من جانبنا قد بذلنا الغالي والنفيس من أجل تحقيق شيء ما لتلبية طموح أبناء محافظة إب، ولكن للأسف دوما كل المقاومات يعني واجهت خذلان كبير، ولا نريد أن نحمل أحد المسؤولية أكثر مما نريد أن نحفز كل أبناء المحافظة إلى المرحلة القادمة. وإذا أردنا أن نتطرق إلى الأسباب، فللأسف الشديد الأسباب التي أدت إلى حدوث ما لم يحمد عقباه في الوطن في البداية هي نفس الأسباب.
الذي يعني تواجه احنا في الظرف الحالي. نعم. إذا كيف تم خذلان مقاومة إب وأنت كنت أحد أفراد المقاومة في الشعاور والأهمل أيضا؟ تم خذلان مقاومة إب، سميت مقاومة الشعاور والأهمل بالمقاومة المنسية، رغم صمودها الأسطوري ورغم مواقفهم البطولية ورغم استمراريتهم الكبيرة ورغم التضحيات الجسيمة، إلا أنهم للأسف الشديد لم يحظوا بأي دعم أو جهد من قبل القيادة الشرعية أو من الجوانب الأخرى. فهذا الخذلان الذي واجهه أو يعني يواجه المقاومات أيا كان، وآخر المقاومات لو تطرقنا مقاومة حجور، هذه الذي في حجة، فالمقاومة كانت فيضان، كانت طوفان، وقفوا مواقف بطولية أمام الميليشيا الحوثية، ولكن للأسف خذلوا. ونحن لا نريد أن تتكرر مثل هذا الخذلان. ولو تحدثنا بصورة خاصة عن محافظة إب، فمحافظة إب للأسف الشديد القيادات الذي يعني في هرم السلطة يعني انحرفت عن مسار التحرير، يعني تخلل مبدأ التحرير والهدف السامي المطامع والارتزاق والانتهازية والابتزاز والانفراد، فلم يعد التحرير هذا لهم في الحسبان. ولذا يعني تجد الخلافات قد دبت في أوساط أبناء المحافظة، في أوساط الوحدات العسكرية في المحافظة، في أوساط الشخصيات الاجتماعية، ناتج التجاهل، ناتج الإخفاء، ناتج التهميش، ناتج التفرد والتلهث وراء السلطة والمال وغيره من هذه المسميات، انحرفوا عن المسار مع احترامي الشديد. ولذا نحن نجدد الدعوة لجميع أبناء المحافظة بالوحدة، بتضافر الجهود، بالتكامل، بالتشاور، برص الصفوف، بإعادة النظر في خططهم، في المطالبة. المحافظة يعني متجاهلة لا أقصى حد. نعم، لكن ألا تجد أن المدة طويلة، 4 سنوات ولم تتنبهوا لهذا الأمر بعد مجرد انحراف القيادات كما تتحدث عن مسارها الطبيعي وعن هدف التحرير، أيضا خذلان التحالف لهذه المقاومة حتى الآن، ونسيان المحافظة بشكل كلي وكأنها ليست موجودة لا من نازحينها ولا من مقاومتها ولا أيضا يعني دعمها بأي شيء؟ يا سيدتي، ما تمر ببقية محافظات الوطن تمر بمحافظة إب. صحيح محافظة إب أكثر تجاهل وأكثر تهميش، ولكن لن نعلق الأسباب بقيادة التحالف العربي، ونحن نعلم على أن قيادة التحالف العربي مستمرة وعلى الدوام، ونحن في الميدان بالتواصل، بالبذل، بالعطاء، ولكن الخلل والعيب يكمن فينا وفي أوساطنا. وال4 سنين الذي مرت على إب هي مرت على ذمار، مرت على فرضة نهم، مرت على صعدة، مرت على الجوف، إلا إن في إب لا توجد مقاومة حقيقية إلى اللحظة الذي نحن نغالط أنفسنا بأن لإب مقاومة. ما زالت الوحدات العسكرية التي تتواجد في نطاق محافظة الضالع على أطراف إب من الجهة الشرقية أو الشمالية الشرقية هي وحدات تابعة لمحافظة الضالع كحزام أمني، ولم تبيت في يوم ما يعني تحرير المحافظة قط. نعم، إلى متى أستاذ؟ نعم سيادة العميد، يعني الآن لديكم ألوى في مأرب وميزانيات تصرف، وأيضا كما تقول هناك ألوية يعني تشكل حزام في محافظة الضالع وهي بالحدود الشرقية لمحافظة إب. إلى متى ستستمر هذه الألوية بدون مهام حقيقية لم يكن مهامها هو التحرير؟ إذا لم يتم
تتم اللفته الكريمه من قبل القياده السياسيه ممثله بفخامه رئيس الجمهوريه ونائب رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع لاعاده النظر في وضع المحافظه وفي مبدا التحرير واعاده يعني تجديد الخطط العسكريه. يعني لا اظن انه لا يحصل اي جديد في شان التحرير. فالامور كل يوم يعني تتازم والمواقف تتفاقم كمشاكل كاثاره فوضى عدم انسجام بين الوحدات. فلا بد من لفته كريمه من قبل القياده السياسيه حيث يتسنى لابناء المحافظه وقياده المحافظه وكل من له تطلع لتحرير المحافظه على تقديم شيء جديد وعلى بذل المزيد من اجل تحرير المحافظه. ولا نعول كثيرا على ممن قد سبق تجربتهم. ولذا في كل المحافظات وفي كل المحاور قد تم التغيير وطرأ على واقع الأرض شيء ما من التفاؤل، ولكن محافظة إب ما زالت يعني محتكرة تماما. تستطيع القول محتكرة حزبيا سياسيا عسكريا انفراد ثلة ما على قرار المحافظة وعلى استحقاقات المحافظة وعلى رأي المحافظة من كل الجوانب، ولم يعطوا الآخرين أدنى فرصة. ولذا لم يعني تأتي يوم من الأيام ووجدنا محافظة إب يعني على المشهد أمام رئيس الجمهورية أمام النائب كمقاومة كوجهة كشخصية اجتماعية غير موجودة، محتكرة في 4 أشخاص 3 أشخاص. هذا هو الداء. ولذا نؤكد بأن المحافظة لن يستطيع أن يحررها فرد ما أو جماعة ما أو قبيلة ما أو حزب ما لم يتم التكامل والتكافل وتضافر الجهود ووحدة الرأي والقبول بالآخر من قبل كافة المكونات داخل المحافظة. إذن شكرا جزيلا لك العميد فيصل الشعوري قائد لواء الحسم وقائد مقاومة الشعور سابقا، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ حمود. أستاذ حمود، ربما تحدث سيادة العميد عن انحراف القيادات العليا عن مسار التحرير وعن وشغلتهم الأطماع والفساد، واسمح لي فقط أن نفتح موضوع الفساد. وللأسف الشديد تتهاوش أو تتناوش محافظة إب يعني مجموعة من الذئاب سواء في الشرعية أو في الحوثيين. لو تحدثنا بفساد الشرعية، في يدي وثيقة تظهر صرف ما يقارب 6 مليار ريال في 7 أشهر، 630 مليون فقط باسم مدير عام التربية، وطبعا لم يستلم المعلمون رواتبهم من خلال هذا المبلغ الكبير، و320 مليون ذهب لي المحافظة. برأيك يعني مثل هذه المبالغ يعني بيد شخص واحد، ما الذي يفعلها يعني يفعله بها إن لم يكن هناك رواتب، إن لم يكن هناك إعمار حقيقي؟ يعني المحافظة ليست فقيرة إلى هذا الحد، لديها خلال 7 أشهر مليار ريال، وهذا مبلغ ليس بالقليل. دعيني أحيي العميد فيصل الشعوري أخي، هذا القائد مقاومة الشعاور، المقاومة الباسلة التي سجلت ملاحم خلف الأضواء، الذي أستطيع أنا زرت مناطقهم وكنت الصحفي الوحيد الذي دخل جبهة الشعاور والهمول، وأستطيع أن أقول أنهم استبراط 300 الاستبراطي الذي واجه المد الفارسي، وهؤلاء استبراطة اليمن، وهذا هو قائدهم الكبير، فتحية له. أما بخصوص فساد قيادة محافظة إب، أنا لست مطلع على كثير من التفاصيل، لا أدري أين ذهبت هذه الأرقام، ولكن أستطيع أن أقول بأن حكومتنا فاسدة. هذه النخبة ليتنا نستطيع أن نحاكمها محاكمة عادلة ونحل بقيادات تنتمي للوسط المقاوم، تنتمي للشعب، تنتمي لهذه التربة، تشعر بوجع وأنين
الجرحى والمختطفين والملكومين تحمل وتفكر في العودة بصنعاء أكثر ما تفكر في بطونها وفي جيوبها. للأسف الشديد ثمة عبث في مختلف المستويات، وليس هناك مساءلة ولا محاسبة. كما شاهدنا قبل أيام فضيحة 9 مليار دولار 9 مليار ريال في البنك المركزي. محافظة إب تستحق أكثر من هذا المبلغ، ولكن كما هذا ما ظهر يعني كما يقال. وكيف هذه قيادة المحافظة معنية بالكشف على مصيرها، مصيرها بإيضاح أين أنفقت هذه الأموال، وما لم فيتم محاسبتها، ولكن من سيتم محاسبتها؟ نعم، لو مررنا على بقية الملفات هذا الصنف من البشر، للأسف الشديد نحن نقول صحيح لهذه النخبة السياسية بشكل عام التي تصدر مشهد الشرعية بأن كل من سيمارس العبث على الشرعية ومستغل انشغال اليمنيين في معركة مع ميليشيات الحوثي الإمامية وهي معركة مقدسة سيحاسب في الغد وسيتم سحله في شوارع المدن تعزيرا. نعم، اذا استاذ حمود يعني لو انتقلنا ايضا الى ملف الانتهاكات في اب، هناك تقارير تقول انها ان مدينه اب هي اكثر مدينه يرتكب فيها الحوثيون انتهاكات وجرائم، وايضا اصدروا الحوثيين تقرير يعني عن الجرائم الجنائيه التي بلغت نحو 2785 جريمه خلال عام واحد. يعني برأيك لما كل هذه الانتهاكات والجرائم أيضا تحدث في هذه المدينة؟ هل أصبحت مناخا مناسبا للجريمة والانتهاكات أيضا؟ يا عزيزي، هي المحافظة تعاني من اضطهاد من قبل، منذ عقود، منذ قرن من الزمن، منذ العام 1918، وهي تعاني من بطش الإمامة وأذنابها بمسميات جمهورية وإمامية، ثم زاد الطين بلة لانقلاب 21 سبتمبر واجتياح صنعاء وقدوم ميليشيا الحوثي إلى المحافظة إب واستقبالهم من قبل الأذناب. هذه المحافظة تعاني من قهر شديد. أنا أؤكد بأن إجمالي أن الإحصائيات التي وثقت لا تمثل شيء من إجمالي الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا في نعم. في أرض الواقع. هناك جهل وهناك تحفظ كي خشية مواجهات ما هو أشد، ولكن أستطيع أقول بأن هذه الانتهاكات والجرائم وأن هذا الضغط سيولد انفجار، ولعل أتابع عندما تطورت تم تصعيد المعركة في جبهة مريس واقترب الجيش الوطني باتجاه دمت، لاحظنا بأن ميليشيات الحوثي بدأت تغير خطابها الإعلامي، وبدأت قيادات المحافظة الميليشياوية تحاول كل يوم تعمل جديد وتظهر بمظهر أنها قريبة من المجتمع، وهذا دليل على قياس الرأي ودليل على ترقب أن هناك انحباس وهناك ترقب لفرصة من قبل المجتمع إذا ما قررت الشرعية والتحالف العربي الانتهاكات ليست فقط، فإن زوال ميليشيا الحوثي سيكون سريعا وعاجلا في محافظة إب أكثر من أي محافظة أخرى. نعم، الانتهاكات ليست فقط نعم يعني ميليشيا الحوثي لا تقوم فقط بانتهاكات حقوق إنسان، وإنما أيضا لديها باع طويل في الفساد في هذه المحافظة من خلال قيادات المحافظة التي عينتها. نعم يعني مغيبة عن الإغاثة، المعونات كلها تذهب في مصيدة النهب الحوثي، وهذا ليس بجديد عليها. نعم بكل تأكيد، أن تأتي ميليشيا الحوثي، أن تأتي الإمامة، يأتي معها كل شيء، كل ما هو سلبي، كل ما هو قاتل، كل ما هو يتنافى مع الحياة وقيمها، كل تغيب الإنسانية بمختلف أشكالها، تغيب الدولة، تغيب العدالة، تغيب كل شيء. ولذلك نحن
كأبناء محافظة إب وكيمنيين نقارع هذه الفئة الباغية. ويبقى السؤال، ستستمر انتهاكات ميليشيا الحوثي ما دامت باقية في أي منطقة من اليمن؟ ويبقى السؤال، متى سيتم تحرير باقي مناطق اليمن؟ إلى متى سيستمر هذا العبث الذي تمارسه الشرعية والتحالف العربي؟ هل عجزت الدول هذه عن تحرير؟ أنا أؤكد بأن مسألة تحرير باقي المناطق والمحافظات هو قرار سياسي. ما الذي تريده قيادة الشرعية أو قيادة التحالف العربي للوصول إلى مرحلة القرار؟ نعم، لكي تنقذ الشعب اليمني. نعم، للأسف الشديد. ما المطلوب؟ صحيح. علي لكي نساعدهم نحن كيمنيين في الوصول إليه، لكي على الأقل يتعجل الخلاص. نعم، يعني ونحن نحاول في عجالة أستاذ حمود يعني أن نتناول كل ما يسوء محافظة إب. نجد أن الملفات للأسف شديد كثيرة ومتعددة، يحتاج كل ملف إلى حلقة منفصلة. يعني مثلا لو تحدثنا عن الجانب الصحي في المحافظة، هناك الكثير من الأوبئة التي ظهرت. الوضع الصحي متدهور تماما، الناس يشتكون يعني عدم توفر العلاجات وعدم الإسعافات الأولية وعدم يعني صحة المستشفيات لاستقبال كثير من الحالات. مسؤولية من هذه الإصابات والوفيات والأوبئة التي تنتشر في إب؟ مسؤولية ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعوانها بدرجة رئيسية، ثم مسؤولية الشرعية وحلفائها. أصبحت المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بين نارين، ترتقب ولا أحد يستجيرها وتعاني، وقد انتفضت قبائل ومناطق وخذلت. نحن نرى اليوم خذلان لأهالي حجور القريبة من المملكة والقريبة من حجة ومن بعض الجبهات، ولكن للأسف حتى الإسناد الجوي لم يأتي. فإذا ما المطلوب من الشعب اليمني؟ ما الذي تريده قيادة؟ متى سيتم تحرير باقي مناطق اليمن ومحافظة إب؟ متى سيتنفس اليمنيين الصعداء؟ هذا هو السؤال الأهم. نعم، إذن يعني رسالة توجهها للقيادة الشرعية التي تتحمل جزء كبير من كل هذا الخلل الذي يحدث في محافظة إب. أنا أدعو قبل كل شيء في المناطق المحررة، أدعو الأخ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة أن يعمل للنازحين في محافظة إب بمقدار راتب شهر فقط يتقاضى، أن يأتي إلى محافظة مأرب ويستمع ويتلمس أوضاع النازحين ويستمع وينظر إلى مشاكلهم ويقوم بواجبه ودوره، أو يقدم استقالته. وكذلك هي رسالة موجهة لمدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين الأخ نجيب السعدي، عليه أن يأتي إلى محافظة مأرب وأن يعمل سبل الإغاثة. وثم نقول لقادة الشرعية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة والأخ قائد المحور العسكري، نعم، عليكم أن تعملوا بجدية من أجل الإنسان في إب، سواء في الجانب العسكري لتحرير المحافظة أو في الجانب الإنساني. نعم، أتمنى أن تصل رسالتك أستاذ حمود. الرعاية ومخيمات النزوح لأبناء محافظة إب في مدينة مأرب أو في المناطق الأخرى. نعم. يا عزيزتي، هناك نازحين لم يجدوا مكان يضعوا فيها كرفانة حمود هزاع في محافظة الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية هناك من محافظة مأرب. أعتذر منك أستاذ حمود، يبدو أن صوتي لا يصل إليك. إذن لماذا هؤلاء مسؤولون؟ ولماذا يتقاضون مراتب باهظة؟ يعني ومتى سيقومون بواجبهم تجاه اليمنيين؟ الأستاذ هارون الحميري وهو نجل المختطف في السجون السعودية رشاد الحميري ينضم معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ هارون.
مساء النور. مساء النور. اولا اشكر الشكر الجزيل لقناه بلقيس على اهتمامها بقضيه والدي وبكل قضايا المظلومين. نعم، اهلا بك هارون، واتمنى بدايه ان تضعنا في صوره قضيه والدك، ما هي قصته؟ في الواقع قصه اعتقال والد العقيد شاد الحميرين، تم استدعائه من مكتب الامير فهد بن تركين لاجتماع عاجل من اجل قضيات بخصوص الوطن، لكنه لم يكن يعلم ان من وراء ذلك الاستدعاء يختبئ الغادر. وبينما وصل الى الحدود السعوديه قامت السلطات السعوديه باعتقاله، ولا نعلم الى الان سبب ذلك. نعم، اذا بيدي استاذ هارون يعني رساله من او وثيقه من مكتب المحافظ موجهه لنائب الرئيس علي محسن، يطالبه بسرعة أو بالتدخل لدى سلطات المملكة بالإفراج عن والدك. يعني لا أدري، الرسالة هي حديثة 2019، لما لم يتم التحرك رسميا قبل هذه الرسالة، وما الذي حدث بعد هذه الرسالة؟ في الواقع هذا السؤال أتمنى لو أنكم استضفتم الأخ المحافظ وتوجهوا له هذا السؤال. اما انا كفرد قد يعني سيقول المحافظ هو وجه الرساله، يعني ربما التحرك يفترض ان ياتي من قبل نائب الرئيس او يعني من يمثله في هذه النقطه. لا اعلم سوف تاخرهم حول قضيه والدي، ولكن اقول لكم ان هناك تواطؤ من قبل الشرعيه نفسها، وان هناك تهميش كبير من قبل الشرعيه لمن قارن الميليشيا الحوثي في مدينة إب، وهناك تهميش كبير جدا. لماذا برأيك هذا التهميش؟ يعني ما هو السبب؟ لا نعلم، ربما هي سياسة الشرعية نفسها أن هذا، لا نعلم. هل تتوقع لو كان هناك في ضغوط رسمية على الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية أن يتم تحريك هذا الملف؟ ربما هناك وربما لا، ولكن كل الذي لا يعلمه تواطؤ من قبل الشرعية. نعم، هل حاولتم التواصل مع منظمات حقوقية في هذا الشأن؟ نعم، حاولنا التواصل مع الكثير من المنظمات، البعض منها استمع إلينا ولكنه لم يرد، والبعض منهم استمع إلى القضية وأنزل بيان، ومنها منظمة سام لحقوق الإنسان التي مقرها في جنيف. نعم. ونشكرهم على تفاعلهم في قضية والدي، وأيضا نشروا وأنزلوا بيان على قضية اعتقاله. نعم، إذا نسأل الله له سرعة الإفراج عنه وأن يعود إليكم سالما أستاذ هارون الحميري، نجل المختطف في السجون السعودية رشد الحميري. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. وينضم معنا الناشط السياسي والحقوقي لبيب ناشر من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء النور عليك أختي آسيا، ومساء النور على جميع المشاهدين. أستاذ لبيب، يعني أرقام مهولة لعدد كبير من الجرائم تحدث في محافظة إب، وأيضا الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب، برأيك يعني ما هو سببها، ولما انتشرت بصورة أو انتشرت الجريمة بصورة كبيرة في إب في الآونة الأخيرة؟ يجب ان يفهم الجميع انه إب لها خصوصيه لدى الحوثيين او لدى المتنفذين والمستفيدين من الحوثيين. تصوري انه في إب المشرفين الذي ينزل من قبل اللجنه الثوريه العليا ما ينزلوش لمجرد ان يحفظوا الامر بقدر ما هم ينزلوا في الاساس فقط لكي ينفذوا مهام لقاداتهم في اللجنه الثوريه العليا واكتساب الاموال والاستيلاء على الاراضي. اعطيك انا مثلا. نعم. في بدايه الاحداث في 2014 كان الاشخاص الذين ينزلوا من قبل المشرفين فعلا الى حد ما يهتموا بجانب الامن المواطن لتحسين صورتهم امام الشعب. مؤخرا لم يعد هذا واردا مطلقا، اصبح المشرفين
كل همهم هو البحث عن الأراضي، رصد المباني والممتلكات للمغتربين لابتزازهم، لأنه إب تحتوي على تقريبا أكبر كمية من غالبية سكانهم أو غالبية المغتربين هم من إب. نعم. في أمريكا أو في كندا أو في بريطانيا أو في السعودية. صحيح. نعم، آخرها كان ما حصل من قبل المدعو هشام إسحاق الذي قام بضرب الدكتور رمزي الأغبري. نعم. صباح اليوم. الأستاذ الجامعي. لأن الدكتور رمزي الأغبري، نعم، لأن الدكتور رمزي الأغبري في جامعة إب حاول أن يدافع عن ممتلكات الأراضي التي هي تابعة لهيئة التدريس، الذي أساسا هم يطالبون بها من 10 سنوات. تصوري، بعد 10 سنوات من الملاحقة يجي واحد من الحوثة يأخذ الأراضي التي هي تبع الأساتذة الجامعيين الذين لم يعودوا موجودين في داخل إب بسبب الحوثة، الذي الحوثة نفروهم وطاردوهم واعتقلوهم في سجونهم. الآن الأخ أو المشرف هذا هاشم إسحاق يقوم بالاستيلاء على أراضيهم بالقوة. هذا هو السبب الرئيسي. لم يعودوا هؤلاء المتنفذين من الحوثة في محافظة إب يلتفتوا بالأساس لأي لقضايا المواطنين أو لأمن المواطنين. هم الآن لديهم أهداف أخرى مختلفة تماما، حتى أن الصراع أصبح لدى اللجنة الثورية العليا بين المتنفذين من ينزل أصحابه إلى محافظة إب. إذن اسمح لي أستاذ لبيب أن تنضم معنا الناشطة السياسية ماجدة الحداد. مساء الخير أستاذة ماجدة. مساء الخير، أهلا بك، وأود أن تحدثينا حول متابعتك عما يحدث في محافظة إب من انتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي، وأيضا جرائم جنائية حدثت في الآونة الأخيرة وأصبحت يعني ملحوظة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. طبعا منطقة مدينة إب من المدن اللي خاضعة لسيطرة الحوثيين، وعلى أساس أنه هي ما فيش يعني ما فيش فيها مقاومة، ما فيش فيها حرب، لكن أيضا لم تخلو لا من الجرائم ولا اللي تقوم بها الميليشيات الحوثية الانقلابية. في تقارير صادرة عن المركز الإعلامي لمقاومة إب وشباب إب النشطاء والمنظمات، يعني في تقارير أنه بس في خلال 2018 يعني مئات، أكثر من 240 جرائم، يعني جرائم ما بين قتل وإصابات. أيضا الاختطافات فوق 220 حالة اختطاف، مش فقط للمعارضين أو من الذين كانوا من حزب المؤتمر الشعبي العام، بل أيضا لمن يرفض أن يذهب إلى الجبهات، يعني من يرفض التجنيد يتم ملاحقته واختطافه سواء من يعني من الطرقات من الشارع، أو أيضا يتم مداهمة المنازل ونهبها. أيضا سجلت حالات تفجير منازل في العدين وهدم منازل في مذاخرة والسياني. الأهم من هذا كله، في هناك ثلاث نقاط أو أنا أعتبرها أنها جرائم يعني تأثر على يعني طويلة الأمد، تأثر على وضع الحوثيين ووضعنا نحن، يعني سكان في مدينة إف يعني خاضعين لسيطرة الحوثي. منها كما قلت ثلاث نقاط. أول واحدة عملية تحويل الأراضي، أراضي إب الحكومية على أراضي الأوقاف، وأيضا أراضي تحت ملكية ناس يعني مواطنين من مدينة إب، يعني نزلت إصابة كاملة من صنعاء، يقولوا على يعني يسمون نفسهم بيت الإمام، معهم وثائق، يعني وثائق، واسألوا سكان إب كلها يعني كمية مشاكل تحصل بسبب معهم وثائق على أساس أنها نص إب ملكيتهم تقريبا. يعني كم أراضي تم تحويلها إلى بأسماء هذه الأسر، يعني هم ناس من جماعة الحوثي. الانتهاك الآخر والجريمة الكبيرة، نقطة الجمارك اللي موجودة في طرف إب والتي تم تحويلها الآن إلى معسكر الحمزة في ميتم. هذا المعسكر داخله أكثر من 300 قاطرة محتززة،
ومطلوب منهم يدفعوا يعني فديه. برايك استاذه ماجده لما التركيز على يعني اب بهذا الشكل وكانها يعني مع احترامي لتجويف بقره حلوب يتم يعني استنزافها لهم ولقيادتهم من الاراضي من البيوت من المعونات من كل شيء وكانها كذا قطاع صمم خصيصا لهم؟ انا اعتقد لانه اب الان هي تقريبا اكثر منطقه اللي جالسه شغاله في البناء والتعمير والزراعه وايضا لانه ما فيش يمكن مقاومه وما فيش يعني انا اعتقد خذلت المقاومه نعم ايوه. المهم في داخل معسكر الحمزة 300 قاطرة موقفة يعني كله حسب البضاعة اللي تحتوي عليها القاطرة، واحد طالبين منه 10 مليون، واحد 5 مليون، يعني فاللي يروح يسأل ويبحث كم بتدخل هذه النقطة باليوم مئات الملايين عشرات مئات الملايين، فقط ابتزاز للناس يعني للناس اللي بتحاول تشتغل وتحاول تصمد في هذه الأزمة الخانقة يعني هم بيعملوا على أولا على نهب الأراضي ويملكوا أنفسهم أراضي حكومية وأراضي تابعة لناس آخرين، أيضا يعملوا على تجويع الشعب ويعني محاولة تجويع الناس حتى اللي بتحاول تشتغل يعني بينهبوهم ثالث حاجة والأهم أنا بالنسبة لي هذه جريمة كبيرة، هي خاصة في إب تحصل كثير، المدارس مدارس الأطفال يعني كل يوم يدخلوا لك يعني لجنة كاملة يدخلوا يحفظوهم النشيد ويحفظوهم القسم اللي هو يعني أثرهم ليس فقط على الوضع الحالي نعم، وإنما يمتد أثرهم إلى المستقبل بغسل أدمغة هؤلاء الأطفال صحيح؟ تمام نعم. دماغ أطفال وتشييعهم يعني التعليم يجب التعليم ان يبتعد عن هذا الجريمه البشعه نعم هذا ما كان يفترض ان يكون. شكرا جزيلا لك استاذه ماجده الحداد الناشطه السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عوده اليك استاذ لبيب. استاذ لبيب، كل هذه الجرائم التي تحدث والانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، هل يتم رصدها بشكل حقوقي وبشكل يعني ممنهج ليقدم لمنظمات حقوقيه؟ لكي نكون صادقين في الجانب هذا، نحن ليس لدينا منظمات تنتشر في جميع محافظات الجمهورية التي واقعة تحت سلطة الشرعية وتحت سلطة الحوثي. لدينا بعض المنظمات التي تقع تحت سلطة الحوثي، وهذه المنظمات لا ترصد سوى بعض المشاكل والانتهاكات التي يقوم بها الطيران التحالف. بالمقابل المنظمات التي موجودة في مناطق الشرعية ترصد انتهاكات الحوثي، لكن من غير المسموح ومن الخطير جدا ان تكون او تتواجد منظمه في داخل محافظه مثل اب او دمار لرصد الانتهاكات ضد الانسان بشكل عام. هذا لا يعني ان ليس هناك اي منظمات، هناك بعض المنظمات التي تعمل بشكل سري، هناك مثلا منظمه رصد. هذه المنظمه منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، في اب منظمه رصد موجوده، في اب مركز الدراسات الاستراتيجيه الذي يعمل الطفل والمرأة أيضا موجود لرصد الانتهاكات. نحن لدينا كناشطين عدد من الأخوة الذي يقوموا بإرسال جميع الملفات تقريبا إلينا، نقوم بعمل الرصد لهذه الحالات ونقوم بإرسالها بشكل ممنهج ومنظم إلى جهات محلية ودولية، نتابع ما يحصل كوننا متواجدين على الأقل في الخارج، نحن في أمان. ولكن فعلا هناك قصور كبير، وأنا أكرر هناك جهات في داخل الشرعية لا تؤدي عملها ووظيفتها بالشكل المطلوب. لا يمكن أن تطلب من أشخاص أن يقوموا بعمليات الرصد وتعريض أنفسهم للخطر دون أن يكون هناك لديهم مظلة دون أن يكون، أنت ما تقدر تعطي إنسان أي وظيفة من غير ما تعطيه باتشر هذه ميزانيتك، ونحن كجهة نلتزم إذا تعرضت للخطر نلتزم لأسرتك نلتزم لكذا. هل تعلمي معنا أن يكون هناك جهة أو راصد أو راصدة نعم برصد الانتهاكات ضد الإنسانية في محافظة مثل
نأمل أن يتم ذلك أستاذ لبيب ناشر. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. حاولنا في هذه الحلقة أن نمر على كثير من الملفات في محافظة إب، ولو أن كل ملف يستحق حلقة بأكملها إن لم تكن أكثر. نمر بين الفينة والأخرى لبعض المحافظات لمتابعة ما يحدث فيها. وصلت إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لمتابعتكم أعزائنا المشاهدين، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.